حكانة. لا طب قول لي اسمك الاول يا جماعه. حسن حكانة عثمان. طب دي صورتك دي اللي موجوده هنا؟ كنت مقاتل من حرب اكتوبر 73 وثوره 25 يناير. لسه ربنا برده ايه. عم ابراهيم دوت رخامه جت في ايده هنا عند المتحف هنا، هم جايين من عند عم منعم رياض. الراجل دوت لما قلع قميص شاب قلع قميص وربط ايده تتوقع انه ما يمشيش، عمل ايه؟ راح عند السور الحديد ده وراح رابط ايده بالحديد، قال لهم لو مشيتوا هيموتوني، انا ربطت ايده في العفش. وراجل كبير واحمد هنا عاجز عاجز شاب جدع عاجز مشلول، واحنا راجعين بهدفوا هتطلع لنا الطب مستنيين الطب ونحدفوا عليهم، قال خدوا العكاكيز اضربوا بيهم، خدوا العكاز خدوا، مشلول وبيعيط بيعيط، خدوا العكاكيز. بطل والله بطل بطل شاب بيعيط عشان رجله عايز يموت. يعني حصل مواقف هنا غير الضرب وغير ده. وربنا بص ضربوا علينا ميلوتوف، امن مركزي، امن صيد، امن دوله، بلطجيه بالكبله والحصينه، ما ضربناش عليهم طلقه واحنا عزل، وربنا نصرنا عليهم.